مرحبا، كيفكن اليوم؟ أعزائي، اليوم بدي أعملكن وصفة كتير طيبة، مثل وصفة المطاعم ومحلات الكنتاكي بالضبط، وهي طريقة عمل رز الريزو بالدجاج ومع الصلصة الشهيرة أو الصوص اللي بيجي مع الوصفة هاي. هون عندي نص كيلو من صدور الدجاج، إذا بدكم أكثر تقدروا تعملوها كيلو حسب الكمية اللي أنتم بدكم إياها. وعندي هون كاستين طحين والبهارات ملح وفلفل أسود وشوي فلفل أحمر أو بابريكا وبهارات الماجي والكاري. وهون عندي معلقة من الكاتشب ومعلقة من الخل ومعلقة من الشطة وشوي عصرة ليموني وشوي ثوم. وهون لعمل الرز كمان عندي هون كاستين رز من البسمتي، وعندي البهارات تبعوته ملح وفلفل اسود وكاري وكركم وبهارات الماجي، ومعلقه صغيره من السكر وبصله مفرومه ناعم، ومعلقه كبيره او وسط من الكاتشب. ولعمل الصوص بنحتاج للكاتشب، يعني تقريبا نص كوب من الكاتشب وربع كوب او اقل من البابريكا، صوص البابريكا، وشوية خردل وشوية شطة ومايونيز، هذا اختياري، اذا بتحبوا تحطوا مايونيز، ومعلقة من العسل وشوي من السويت اند ساور او اي يعني عسل بديل له بكفي، يعني اذا ما موجود مو ضروري. كمان اول خطوة بدنا ننزل قطع الدجاج ونضيف عليهم الخلطة اللي قلت لكم عليها، ونضيف عليها البهارات فرجيتكم اياها مسبقا، مع اضافة الكاتشب والخل والشطة والثوم، نخلطهم هدول مع بعض، ومنضيف الطحين وشوية مي، ومنعصر عليها شوية عصرة ليموني، منقلبهم مع بعض، يتجانسوا كل هالمكونات، نحط لهم شوي كمان مي، ومندخلهم للثلاجة أقل شي ساعة أو أنتو الوقت اللي بكفيكم، يعني كل ما تضل بالثلاجة أكثر كل ما كان أحسن. هلا خلطنا الخليط ومنغطيه ومنتركه بالثلاجة لمدة ساعة، برجع لكم. دخلنا المكونات اللي فرجيتكم اياها بالثلاجة، الدجاج مع المكونات الأخرى، لبين ما يعني نستنى بين ما تطلع بدنا نعمل الصوص اللي قلت لكم عليه. هذا الصوص كتير طيب وكتير مكمل للوصفة. فهاي هون اول شيء تقريبا نص كوب من الكاتشب، اذا بنحتاج كمان من نخلي، انا جبت كمان اضافي، ومعلقه من الخردل، هاي معلقه من الخردل، ومعلقة من الصويا صوص او الباربيكيو صوص ما بيفرق، او الستيك صوص، كله نفس النتيجة، ومعلقة صغيرة من العسل، ومعلقة صغيرة من المايونيز، المايونيز اختياري بس انا بشوف انه بيعطي طعمه طيبه، ومعلقه صغيره من الشطه.
نخلط كل هالمكونات مع بعض. إذا شفناها قليلة منضيف كمان كاتشب. وشوي من السويت اند ساور، يعني كمان اذا ما موجوده معلش ما ضروري، لانه احنا حطينا عسل والعسل بيعطي الحلاوه اللي بدنا اياها. نخلط كل المكونات مع بعض. اعزائي حطينا الدجاج بالثلاجه، وقلت لكم اكثر فتره يعني بتحطوها احسن، وعملنا الصوص. هلا بدنا نعمل الرز الريزو. اول شيء بنضيف زيت نباتي، بنضيف البصل مفروم ناعم، نقلبهم منيح مع بعض مع الزيت، وبنضيف عليها البهارات البصل هي اللي دبلناها بالزيت، نضيف عليها البهارات ومعلقة السكر موجودة مع البهارات كمان. نخلط المكونات كلها مع بعض، نضيف عليهم الرز المنقوع مغسول ومنقوع مسبقا، قلبناهم كلهم مع بعض لكل لون صار احلى، لون الرز صار هيك على صفار. بنضيف عليها معلقه الكاتشب كمان وشوي من الشطه، هاي اختياريه كمان بس بتعطيها طعمه اضافيه. نقلبهم وبنضيف عليهم المي، مي ساخنه، ونتركه لمدة 10 دقايق لبين ما يستوي الرز على نار هادية. هذا الرز تبعنا، لك ما أحلى صار، كتير حلو، لونه حلو، طعمه حلو. نجي للمرحلة الأخيرة. هلا طلعنا قطع الدجاج من الثلاجة، تركناها مدة ساعة أخذت طعمة بعضها. هلا بدنا ننزل قطع الدجاج بطحين، وخلطت معه شوي معلقة صغيرة من النشا حتى يعطيه قرمشة أكثر. بننزل قطع الدجاج نخلطهم مع بعض، وبنقليهم بزيت غزير او بالاير فراير ما بتفرق. راح انزل حبات الدجاج بالاير فراير واحط لهم شوية زيت، خليهم يتقلوا على درجة حرارة 180 لمدة 10 دقايق بكفي. أعزائي أنا حطيت كمية من قطع الدجاج بالإير فراير، والنص الكمية الثانية رح أعملها بطريقة القلي بالزيت الغزير الساخن حتى أفرجيكم إنه الطريقتين بتزبط. هاي طلعنا اول وجبة، لكم احلى هون. نطلع باقي الوجبات وارجع لكم. هاي الوجبة الثانية كمان من الكنتاكي،
علينا بزيت ساخن غزير، طلعوا كثير طيبين مقرمشين. أعزائي هاي وصفتنا لليوم صارت جاهزة، كتير طيبة وكتير طلعت ناجحة ومقرمشة قطع الدجاج. وهذا الصوص الرائع كمان حطيت عليه شوي من الصوص، بتقدروا تحطوا قد ما بدكم، يعني حتى هون الزايد كمان بتقدروا تحطوا عليه شوي من الصوص، وبتاكل طبعا مع الصوص ومع الرز تبعه الخاص فيه. وفرجيتكم طريقة العمل، ان شاء الله بتكون عجبتكم طريقتي ووصفتي لهاليوم، وان شاء الله دائما بعملكم وصفات بتحبوها، والى اللقاء في وصفات اخرى ان شاء الله.